Cemaati formayı yüksek kolesini var. Zor kolesini. Şeytan dedi zalusun. İlabasın bir neşat. Ha. Tamam. Afwan. Bunları çıkardıralım öyle. Ne? هاي الصفرة للأكلات الشعبية اللي هي الورق لسان كذا راح نسويها على شكل مسابقات سهرة زنجبلي انتو او انتو او ايش انكاك ام جد كابانة شو هاي دولمة هاي دولمة او شيء او شنو يعني او انا ثواني اي انا اخذها يا اخوي اي امن يعني الصيد لا ما تروح ما نصيدك خلاص او شيء او dolmadı erbiller dolmazsa yaprakları aldık sonra bunu indi boşaldırıq sinye yaprakları da üstüne töçərik burada cemaat barabar yer Как халас? احنا اليوم هاي الدول هاي الدول ما مال دولمه مال اهل قلعه يسوون قبل كان الضلعه كان يخلون تحت الجدريه الضلع حتى يسوون ويا كل شويه هذا يسمونه دولمه تركمانيه مال قلعه اربيل اوان قلعه احنا كاك خالص اول طبيعي هم اخواتنا فولكلوريا كانوا هنا مال الفن هر كاس لما اللي تكمان كان له غيره او دولما يا برمزه يا بريانيه يا كوبا يا قرقة يا كازم كبابي شفتها يا حتى تسمعها يا همونا اخوات من اللي صانا او خاص ب كمان اخواتنا انا اخواتنا الشعبيه كانوا زوجها حتى الشعبيه كانوا يتمشوا او فرق يا لك اخواتني بازار وانا اخواتني بازار هذا هذا الاكلات الشعبيه الاكلات الشعبيه التركمانيه سفري قبل للاكلات الشعبيه احنا عندنا سيدات اثنين اليوم هم اللي يشوفون معنا اخر يري وخيد جاب يري وخيد ما ندينا مجال احنا اليوم هنا نحن منا اليوم نعلن عن تأسيس مسابقة للأكلات الشعبية طبعا هذه اللي قامها هو كاك آزاد كورتشي وإحنا شفناها مناسبة إنه اليوم إحنا نأسس هيك موضوع زهرة زينة